حلت 3 صناديق استثمارية إماراتية في قائمة أقوى 10 علامات لصناديق الثروة عالمياً وفقاً لأحدث تقرير عن أكبر 50 شركة لإدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية في عام 2024 والصادر عن مؤسسة براند فاينانس. إذ تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار آديا تصنيف أقوى العلامات التجارية لصناديق الثروة السيادية العالمية، حيث حصل على تصنيف A+، فيما بلغ عدد نقاطه على مؤشر العلامات التجارية 63.9 نقطة، متفوقاً بذلك على صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي حل في المركز الثاني، وجهاز قطر للاستثمار والذي حل في المركز الثالث، وصندوق تيماسيك السنغافوري والذي جاء في المركز الرابع، وبنك النرويج لإدارة الاستثمار الذي جاء في المركز الخامس، في حين حلت شركة GIC السنغافورية في المركز السادس، وجاءت شركة الصين للاستثمار في المركز السابع، ومن ثم شركة مبادلة الإماراتية والتي احتلت المركز الثامن، تلتها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز التاسع، وشركة القابضة ADQ في المركز العاشر عالمياً. وفي تصنيف أعلى العلامات التجارية قيمة بالنسبة لصناديق الثروة السيادية، حل جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز السادس عالمياً بقيمة 561 مليون دولار، ومتفوقاً بذلك على هيئة النقد في هونغ كونغ والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وصندوق تيماسيك وجهاز قطر للاستثمار. ويعتمد تصنيف قوة العلامة التجارية لشركات إدارة الأصول والصناديق السيادية على مجموعة من المعايير بما فيها فعالية أداء العلامة التجارية وتأثيرها على أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل جذب المستثمرين وتأمين التمويل أو جذب المواهب والاحتفاظ بها أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.